اهلا وسهلا فيكم في دراي كلين الشعار في منطقة جبل الزهور، حياكم الله. نرحب بكم اعزائي المشاهدين من جديد، احنا الان موجودين في دراي كلين ومخيضة الشعار في منطقة جبل الزهور. بداية اسمحوا لي ان نرحب بمدير هذا المحل الاستاذ احمد الشعار. استاذ احمد مساء الخير. مساء النور، حياك الله. بنبارك لكم هذا الدراي كلين وهذه المخيضة وان شاء الله بنشوف على وجه الخير باذن الله. اهلا وسهلا، حياكم الله، شرفتونا وكل الاحترام لجهودكم الطيبة ان شاء الله. بارك فيك. نعرف استاذ المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن مسيرتك العلمية والعملية وصولا لهذا الموقع. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بداية عملي كانت بدراي كلين مارتينايزنج بمنطقة الدوار السابع، شركة عالمية كبيرة. كان الأخ وصديقنا أبو محمد الصاحب كان هذا يعني مسلم هذا الكلام وصاحب هذا الدراي كلين، والدراي كلين هذا 3000 محل على مستوى العالم، وكان ماخذ الاسم بمنطقة الدوار السابع ومنطقة الشميساني، منطقة ضاحية الرشيد، منطقة الجاردنز، والحمد لله رب العالمين. بداية عملي كانت بالشركة هاي وتوفقنا والحمد لله كبداية، وشوي شوي الأمور تطورت فتركت من المحل من عندهم واشتغلت بكذا محل في أنحاء المملكة، والحمد لله ربنا وفقني وفتحت محل دراي كلين وباشرت بداية جديد من العمل، والحمد لله رب العالمين وموفقين. نعم، نتحدث عن دراي كلين ومخيضة الشعار هون بهذه المنطقة، شو بنقدم خدماتهم؟ والله الخدمة الأولى أول شيء النظافة، إزالة البقع العنيدة، دقة بالمواعيد، والتزام بالعمل، والحمد لله رب العالمين. خبرتنا هي شهادتنا بالعمل والحمد لله رب العالمين دائما الحمد لله. طيب طموحاتك استاذ احمد بهذا المحل؟ انه ربنا يوفقنا ويسر امرنا ويسر امر الجميع والحمد لله رب العالمين. آية الرزق للجميع وربنا يرزقنا ويرزق الجميع ان شاء الله. امين امين باذن الله. طيب عن تطور هذا القطاع شو بتحكي لنا؟ انه الكفاءات الاردنيه مجال الدراي كلين والمخيطه من ناحيه شو تطورها؟ التطور كفاءات اردنيه والله والله مستواها كدرجه اولى الحمد لله، يعني مستواها جيد جدا وممتاز. نعم، للي عنده خبره، للي ما عنده خبره يعني بنحكي انه يعني مش مجال عمله ولازم الخبرة هي الأساس. نعم، لازم يكون عنده خبرة، لازم يكون عنده كتير بالعمل، سنين بالعمل كونه يفتح محل دراي كلين ويشتغل. فالحمد لله رب العالمين عندنا خبرة وعندنا إتقان بالعمل، وأهم شيء إنه إنك أنت تكون مع الزبون دقيق جدا بالمواعيد، بالاستلام، بالتسليم، والحمد لله رب العالمين. هاي هي امورنا احنا بالمحل. بالتاكيد. نعمه الامن والامان شو بتعني لك استاذ احمد؟ والله الحمد لله رب العالمين، الامان بالله اول شيء، والحمد لله رب العالمين. يعني الواحد يصدق من صادق الناس شركها باموالها. بالتاكيد. فالواحد انه يكون صادق مع الناس وربنا بيسر امره ان شاء الله والحمد لله. أمين. رب العالمين. حدد مكاننا وعنواننا من ايسع لايسع استقبال الزبائن. احنا سيد العزيز في منطقه جبل الزهور، الشارع الرئيسي بجانب مسجد الرواس، مكان العمل ومكان المحل. بالنسبة لدوامات الدوام بالساعات من الساعة 10 صباحا للساعة 10 11 12 بالليل ليلا. جميل، نتحدث عن العرض اللي هو من 31/9 ل 15/10. والله عندنا عروض ممتازة جدا. العرض بالتفاصيل عندك قميص غسيل وكوي نص دينار، بنطلون غسيل وكوي نص دينار، بلوزة غسيل وكوي نص دينار، بنطلون كوي والتاني مجانا بنص دينار، قميص كوي والتاني مجانا بنص دينار، الجاكيت بدينار والتاني مجانا برضو كمان كوي، البدلة الرجالي بدينار ونص كوي والتاني مجانا. بالنسبة للإحرامات عندنا عروض جدا رائعة، الإحرام المجوز بأربع دنانير والتاني مجانا، والإحرام المفرد والتاني مجانا بثلاث دنانير، والحمد لله رب العالمين وموفقين بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله. إحنا نشكرك مرة ثانية ونختم بهذا التقرير، نستعرض هذه الصور الجميلة. شكرا جزيلا
وبطاقة ترحيب في نهاية اللقاء اللي ما زار دراي كلين ومخيط الشعار لزيارتك. بارك الله فيكم وأشكر جهودكم الطيبة وشكرا لكم وكل الاحترام، والله يفتح على الجميع وربنا يسر أمور الجميع إن شاء الله. آمين مبارك. طبعا أعزائي المشاهدين كنا في دراي كلين ومخيط الشعار، نشكر الأستاذ أحمد الشعار، شكرا جزيلا. حياكم الله يا سيدي.